أهلا بكم. تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال في كل من تركيا وسوريا 37,000 مع استمرار البحث عن ناجين. وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 31,974 ضحية، فيما بلغ عدد الضحايا في سوريا 5,300 ضحية، سواء في المناطق الخاضعة للحكومة السورية أو تلك التي تسيطر عليها المعارضة. في وقت أعلنت فيه منظمة الخوذ البيضاء في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا أن عدد الضحايا وصل إلى 2,274.